وكنت أنا في وسط الساكنة وكان عينيني يسلم علي جلالة الملك وقدمت له واحد رسالة وكنت في واحد حالة فرحا نفس الوقت عاوتاني خوفا عندك يشبرون رسالة وشبر من عندي كارد جو شفتو عملة في الجيب كان عيط علي واحد الشخص وقال لي الكريمة ديالك هي عندي أنا راه في الرباط قال لي وجد 2 مليون ديال السنتيم إذا مت أنا الكريمة كترجع في السمية ديال وليداتي متأكد صاحب جلالة راه عطاني الكريمة ولكن ما خفي كان أعظم دابا أنا بنيت واحد الحياة ديالي ولكن في الوهم أنا بغيت نفهم ميلف ديالي فين هو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم بلال العباس من مدينة طنجة ساكنة كسبرطة. قصة ديالي في 2018 كنت تلقيت جلالة الملك محمد السادس الله يحفظه الله يطوله في العمر الله يخليه لنا. في ذاك اللحظة اللي كان النزول من السيارة صاحب الجلالة محمد صلى الله عليه وسلم الله يطوله في العمر نزل إلى الساكنة وبدأ يقدم واحد تحية مباشرة من اليد إلى اليد وكنت أنا في وسط الساكنة وكان عينيني يسلم علي جلالة الملك وقدمت له واحد رسالة كتب فيها العنوان فين الحي فين ساكن وليداتي بجوج أب أسرة أب رايان أب آية متزوج ساكن كاري عادي في حجم مواطنين ولكن أنا كنت في الحالة يقتلها وتشجعت وكتبت واحد رسالة وملي تقدمت عندك الساكنة اللي عاد تستقبل جلالة الملك كنت في واحد الحالة يقتلها وكان الأمن خدم بواحد طريقة رائعة وكنت في واحد الحالة فرحا عن قدم رسالة ونفس الوقت عاوتاني خوفا عندك يشبروني وشبر من عندي كارد جو شفتو عملة في الجيب هادشي في رمضان انا قدمت رسالة تقريبا 5:30 ديال العشية مقدم جا عندي مع 11:30 ديال ايامات ديال رمضان مشيت مع المقدم ديالي ديال الحي قال لي جي في ديك فوتوكوبي ديال لاكارت وجوج ديال التصاور تأكد مني باش جا عندي تاع الحي ديالي وهزني في السيارة ديالو داني الولاية طلعني الطبقة الثالثة ديال الولاية قدمني السلطات المعنية وكان رفع لهم القبعة ديك اللحظة هذيك مشى في حالو مقدم ودار بالخدمة ديالو السلطات المعنية في الولاية قالوا لي شنو خصك قلت لهم كخصني مأدونية أجرة صغيرة ديال طنجة قالوا لي مرحبا جلس في كرسي قدموا لي واحد هذه رابور عمرته كتبت فيه مأدونية أجرة صغيرة ديال طنجة كتبت فيه العنوان فين ساكن كتبت نمرة التليفون ديالي مضيت ولكن ملي ساليت داك الرابور بغيت نصوره باش نخلي عندي واحد النسخة في داك اللحظة ما بغاليش داك العون سلطة قال لي مشي بحالك وحنا غندورو بالخدمه ديالنا ويكون خير ان شاء الله مشيت بحالي هزيت واحد الامل باللي راه جلاله الملك وصلت له الرساله ديالي وانا هزيت الشعار باللي انا راه جلاله الملك ما يبخلش عليا انا راه محروق علاش حيت وعدت وليداتي وعدت مولي الدار باللي راه الملك غيعطينا الكريمه كل 20 يوم 30 يوم كنرجع لعندهم كنتفاجئ ما كاينه حتى شي حاجه دخلت 2019 كتبت رساله سيد الوالي متأكد صاحب جلالة راه عطاني الكريمة ولكن ما خفي كان أعظم دابا أنا ما كنت هم شي واحد في الولاية ولا شي عون أو كذا الآخرة أنا عندي ثقة جلالة الملك ما يبخلش عليا مادام الولاية صيف طلبت مني فوتوكوبي ديال لاكارت وجوج ديال التصاور إذا الكريمة خرجت دابا أنا بنيت واحد الحياة ديالي ولكن في الوهم علاش زعما الولايه تعيط عليك اذا كاينه الكريمه دابا انا الحياه ديالي بقات معلقه بين قوسين وكان عيط عليا واحد الشخص وقال لي الكريمه ديالك هي عندي انا راه في الرباط وكان قال لي الصفه ديالو صراحه نسيت الصفه ديالو والنمره التليفون ديالو هي باقي عندي محتفظ بها قال لي وجد 2 مليون ديال السنتيم باش تخلص دار الضرائب باش هاد الكريمه هادي اذا مت انا الكريمه كترجع في السميه ديال وليداتي دابا انا ما عرفتش انا فواحد الحاله يقتلها كان عيط تنصب عليا من هذا الجانب وجانب اخر الكريمه ما وصلت ليش بعض الناس توصلت معهم وكانوا شبروا الكريمات
وانا كنتفاجئ انا ما شبرت اجي. وعدد من الساكنه ديال طنجه كنعرفهم شخصيا تبلغوا بالكريمات. دابا انا علاش زعما انا علاش ما وصلت ليجي؟ انا كنظن شي واحد خدم ليد الخفيه، ما خفيه كان اعظم. ممكن ولكن انا ما كنت هم تشي واحد. انا اكرر الكلمه ديالي، ما كنت هم تشي واحد في الولايه. انا بغيت نفهم ملف ديالي فين هو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.